السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الجيد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي الصفحة 7، تتم ديال أنشطة التقويم التشخيصي والدعم. جيد، دونك من بعد ما تكونوا درتوا محاولة، دونك الفيديو دائما خاصة بالتصحيح فقط. 7، ارسموا القطعة AC طولها 6 سنتيمتر. إذا ارسموا واحد القطعة نسموها AC مثلا هكذا 6 سنتيمتر، إذا هذه نسموها AC، درت من 0 حتى 6 AC. جيد، أنشئ معينا ABCD قطره AC، إذا المعين خاص يكون هذا هو القطر ديالو. كنعرفوا أن المعين القطرين ديالو تيتلاقاو في المنتصف، إذا أول شيء ندير هو نقسمو على 2، إذا درت لنا فيها 6 نقسموها من الوسط يعني 3، لاحظوا جيدا 3. ثم بواسطة الكوس رسم القطر الثاني، كنعرفو أن القطرين ديال المعين تيكونو متعامدين، إذا خصني ندير العمودي والمار من هذاك المنتصف، ماشي القطرين يتلاقاو ليا في المنتصف هكذا. إذا هنايا درنا زاوية قائمة من المنتصف، نمدوه دابا باش نحصلو على معين. إذا هذا هو القطرين، أحدهما AC في 6، الآخر مازال ما عرفناش، ولكن أنشئ معين ABCD قطره يكون AC اللي هو هذا، والطول ضلعه 4 سنتيمتر، يعني الضلع بربعة خص يكونوا 4 سنتيمتر، كنعرفوا الأضلاع ديال المعين متقايسة. إذا ناخذوا المسطرة والبيركار وغادي ناخذوا 4 سنتيمتر، إذا هذه هي 4 سنتيمتر، ثم نوضعه في السي مثلا ونديرو هنايا قوس باش تعطيني 4 سنتيمتر، نفس الشيء في الجهة الأخرى 4 سنتيمتر، نتأكدوا من الفوق واش فعلا 4، دونك هنايا غيتلاقاو، لاحظوا تلاقاو في نفس القوسين مع الضلع، نفس الشيء في الجهة الأخرى. إذا هكا غنحصل على هاد الرؤوس هادو ونصيبهم، وكملي نعاود القياس غنلقى أن المعين فيه كل ضلع فيه 4 سنتيمتر. إذا هذا هو المعين ديالنا، لاحظوا إذا بغيتو تأكدوا أكثر بأنه ماشي مربع، تشوفوني واش كاين زاوية قائمة، إذا لا لاحظتو مكيناش زاوية قائمة، لاحظوا هاد المستقيم هنا مقاد ولكن هنايا ماشي بحالو، دونك هنايا مكيناش زاوية قائمة. إذا ABCD وكل قطر أو كل ضلع عفوا فيه 4 سنتيمتر. جيد، نمشيو دابا لـ8، ارسموا المثلث ABC القائم الزاوية في A، بحيث ارسموا واحد المثلث ABC يكون قائم الزاوية في A، بحيث A و B و C نقط من الدائرة التي مركزها أو وقطرها BC. إذا أول شيء نرسموا المثلث، إذا نرسموا مثلث قائم الزاوية مثلا هكذا، ما عطوناش قياسات دونك نديرو اللي عجبنا اللي بغينا. دونك الضلع الأول مثلا هذا، الضلع الثاني زاوية قائمة، ثم الوتر. إذا هذا ABC قائم الزاوية في A، يعني A هنا. جيد، دابا الآن A و B و C، هاد A و B و C خاص تكون نقط من الدائرة التي مركزها O وقطرها BC، إذا حدوا لي القطر ديالها اللي هو BC اللي هو هذا، قال لي غير مركزها نقسمو على جوج لان كنعرفو القطر النصف ديالو هو المركز، اذا نحاولو نقيسوها دونك تقريبا فيها 4.6 تدريجات، يعني 4 نقسمو على جوج 2 و 6 تدريجات على جوج 3، دونك 2.3، دونك ها 1 2 3. اذا هذه هي او
طيب يعني ناخذ بيركار ونضعوه في هذا اللي هو مركز مركز الشعاع يعني من بي وهذا خاص يكون ديستا من سي وهذا وغيدوز من طبيعة الحال تمن ألاحظ الشو إذا هنا دابا يكفي أن نرسم الدائرة دونك هادي هي الدائرة نتمنى تكون واضحة وباينة المهم فهمتوا دابا الطريقة الدائرة راها باينة هاهي دي زمن أو بي وس إذا فهمتوا الطريقة كيفاش رسمناها وحصلنا عليها الآن أحدد طبيعة كل المثلثين أ أو بي إذا أ أو بي إذا أ أو بي لاحظوا هذا الشعاع وهذا الشعاع كنعرفوا الشعاع متقايسان إذا أ أو كتساوي بي أو إذا أ أو بي مثلث متساوي الساقين نفس الشيء الـ A أو C A أو C نفس الشيء تاهو أو A كتساوي أو C إذا A أو C مثلث متساوي الساقين جيد مشيو للتمرين 9 احسبوا بالمتر قياس محيط البقعة الممثلة بالرسم جانبه دونك احسبوا المحيط 9 اذا محيط البقعة بالمتر لو بيريمتر هو المحيط دونك كنجمع هاد لا 193 زائد 247 زائد 237 زائد 385 دونك هذا هو لو بيريمتر نديرو العملية دونك 193 نزيدو على 247 نزيدو على 237 ونزيدو على 385 دونك هنايا 10 17 22 8 وجوج 10 19 23 26 جوج 4 6 6 9 10 دونك 1062 متر هذا هو المحيط ديال هاد البقعة هادي جيد 10 احسبوا بالمتر مربع قياس مساحة المربع ا اذا 10 نحسبوا الف مساحة المربع أ بالمتر مربع كنعرفوا مساحة المربع هي الضلع في الضلع دونك الضلع في الضلع عندي 8 في 8 هذا هو المربع دونك 64 متر مربع ب أحسب بالمتر مربع قياس مساحة الشكل جانبه إذا ب مساحة الشكل إذا لبغينا مساحة هذا الشكل هذا نقدر نعتبره شبه منحرف عندي القاعدة الكبرى عندي القاعدة الصغرى عندي الارتفاع نقدر نحسب المثلث بوحدو وإلى نحن راح نحسبوه بشكل شبه منحرف أحسن إذا S تساوي إذا بما أنه شبه منحرف إذا بما أنه شبه منحرف إذا نديرو القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى ضرب الارتفاع الكل قسمة اثنان هذه هي القاعدة ديال شبه منحرف إذا القاعدة الكبرى 16 زائد 8 اللي هي القاعدة الصغرى ضرب الارتفاع اللي هو 8 والكل مقسوم على اثنان إذا نحسبو 16 لزدنا على 8 تعطينا 24 24 في 8 دونك 8 في 4 32 8 في 2 16 19 نقسمو على 2 دونك 19 شحال فيها من 2 فيها 9 9 في 2 18 6 في 2 12 دونك 96 متر مربع جيد 11 ارسموا دائرة مركزها
او وقياس شعاعها 4 سنتي متر. اذا 11، اذا المركز نديرو المركز مثلا او، مثلا هذا هو المركز، ثم انا اخذ 4 سنتي متر. اذا 4 سنتي متر غناخذها من الصفر حتى 4 هكذا، ونرسمو الدائرة. دونك هذه هي دائرة ذات الشعاع 4 سنتي متر. جيد، أرسم دائرة أخرى مركز ويقع على الدائرة الأولى. إذا المركز غيوقع على هذه الدائرة الأولى، وتمر من النقطة أو. إذا أول شيء نحدد المركز، مثلا هو هذا، وخاصة تدوز من أو. دونك هذا المركز، وهي دازت من المركز ديال او، وتمر من او. طيب، دونك هذا هو الشكل. 12، احسب قياس محيط قرص مدمج. قياس طول قطره 12 سنتي متر. اذا المحيط، اذا بغينا المحيط، القرص، اذا كنعرفوا المحيط لو بيريميتر ديال القرص ديال الدائره هو القطر في العدد بي. اذا هنايا قياس طول قطره 12، اذا القطر عطوني هو 12، بي راه ديما كنديروا 3.14. دونك 3.14 ضرب 12. اذا 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3 6، 1 ضرب 4 4، 1 ضرب 1 1، 1 ضرب 3 3، 8 6 7 3، 1 2. دونك سنتيمتر. جيد، 13، يبلغ قياس محيط جذع أقدم شجرة أرز بمدينة أزرو 4.71، 4.71 متر. إذن هذا المحيط. أحسب قياس طول القطر الجذع بالمتر. إذن كنعرفو إلا بغينا طول القطر، عندي القاعدة ديالو. دونك طول القطر، إذا إلا بغينا القطر اللي هو الديامتر، كنديرو المحيط مقسوم على بي، العدد 3.14. المحيط عطاوني هو 4.71، ونقسمو على 3.14. دونك نديرو العملية. إذا 4.71 غنقسمو على 3.14، إذا نضربو في 100، في 100 باش نتخلصو من الفاصلة، 100، إذا هنا غنتخلصو من الفاصلة، هنا نتخلصو من الفاصلة، ندوزها برتبتين. دونك 471 شحال فيها من 3.14؟ فيها واحد، واحد في 4 4، واحد في 1 1، واحد 3 3. دونك 11 ناقص 4 7، 7 ناقص 2 5، 4 ناقص 3 1. نضيفو الصفر نديرو الفاصلة، دونك فيها 5، 5 في 4 20، 5 في 1 5 والاحتفاظ 7، 5 في 3 15. دونك 0 0 0، إذا 1.5 متر. جيد، 14، أصف لصديقي هذا الشكل كتابة ليرسمه دون أن يراه. دونك هنايا نوصفوه ليه باش يقدر يرسمو. 14 زعما بلا ما يشوف. اذا هنا نقول لي مثلا ارسم مربعا طول ضلعه 6 سنتيمتر. اذا نرسم مربع، دابا نديرو ليه نصف قرص في الجهه
اليمنى. ارسم على ضلعه الأيمن نصف القرص الذي قطره هو ضلع المربع، يعني القطر هو ضلع المربع. جيد، شوفوا 15. دونك انقل الشكل على ورقة ذات التربيعات وحدد مستقيمين متوازيين. اذا 15، اذا باء مستقيمين متوازيين واخرين متعامدين، ثم اكتب اسم كل واحد. اذا مستقيمين متوازيين ومستقيمين متعامدين. اذا بالنسبه للتوازي عندنا ا بي دي او متوازي الاضلاع، دونك نقدر نقولوا ا بي ودي او هادو متوازيين. ا بي يوازي دي دي او، دونك هما السميه ديالهم ا بي ودي او متوازيين. بالنسبه للتعامد، دونك التعامد هنايا كاينه زاويه قائمه هنا، دونك كاينه زاوية قائمة، هاهي مثلا زاوية قائمة. إذا AC و BD، AC تعامد أو يعامد BD، هذي A. جيد، جيم ألون بالأخضر أضلاع متوازي الأضلاع وأكتب اسمه. هذا المتوازي الأضلاع هو هذا العضو الأخضر، دونك هو هذا اسمه أ بي دي أو. أ بي دي أو جيد. نمشيو دابا ل 16. دونك القطعة ا بريم بي بريم هي مماثلة القطعة ا بي بالنسبة للمستقيم دي، صحيح أم خطأ؟ دونك هنايا ديما إلا بغينا المماثلة ديال ا بي خاصنا نمشيو بشكل عمودي على محور التماثل. دونك هنا لاحظوا إلا مشينا بشكل عمودي، لاحظوا إلا مشينا بشكل عمودي ومددنا، ونعبروا نفس المسافة. دونك مماثلة أ هي، لاحظوا هنايا مربع ونصف، نصف ومربع، دونك هنايا هادي هي أ بريم. إذا صحيح أم خطأ؟ خطأ، إذا ها المماثلة ديالها ماشي هادي. أنقل الشكل على تربيعات دفتري وأرسم مماثلة النقط A B C D E F G بالنسبة للمستقيم D، ثم أرسم مماثل شكل ملون بالنسبة للمحور D. جيد، إذا هذا هو الشكل، هذا الشكل هذا هو هذا. لو كنديرو المماثلات، إذا كما قلنا خاص دائما أي نقطة بغينا المماثل ديالها خاصنا نمشيو بشكل عمودي، دونك خاصنا نرسمو العمودي هكذا، نمدوه ونعبروا نفس المسافة، إما بالبركار إما مسطرة، خاص من النقطة للمحور التماثل تكون نفس المسافة. دونك هذه هي أ بريم، بي بريم نفس الشيء، ديما تكون زاوية قائمة. بالنسبة للسي نفس الشيء، نديرو العمودي. ثم نمدد ونقيسو نفس المسافة، خاص تكون نفس المسافة. إذا هادي سي بريم. بالنسبة لدي نفس الشيء، ديما العمودي. كاينة الطريقة الثانية ديال البركة وكاينة هاد الطريقة هادي، ولا كانو التربيعات نديرو على هاد الطريقة أسهل. نمدو ونديرو نفس المسافة، دونك هنايا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. بالنسبة لأو نفس الشيء،
دونك دابا فهمتوا الطريقه كيفاش كنديروا دائما العمودي ونمدو ونحسبوا نفس المسافه. دونك هذه هي او بريم بالنسبه للجي بريم. هكذا دونك 1 2 3 4 5 6 ونصف النصف 1 2 3 4 5 6 جي بريم. ثم هنا 1 2 3 4 ونصف النصف 1 2 3 4 دونك هادو هما مماثلات كل نقطة. جيد هنايا ثم ارسم مماثل الشكل الملون بالنسبة لمحور التماثل. هنايا بغينا المماثل دونك نصيرو عندنا أ مع بي هاي أ بريم مع بي بريم، عندنا أ مع أو نديرو أ بريم مع عفوا هاي أ بريم أ مع بي نديرو أ بريم مع بي، عندنا أ مع أو نديرو أ بريم مع أو بريم. عندنا مثلا بي مع دي نديرو بي بريم مع دي بريم. عندنا دي مع اف نديرو دي بريم مع اف بريم. عندنا او مع جي نديرو او بريم مع جي بريم. ثم جي مع اف جي بريم مع اف بريم. وهكذا نحصلو على المماثل. دونك المماثل ديال هاد الشكل هو المماثل ديال هاد الشكل او بريم هادي. دونك هنايا خصنا نسيرو هنا ماشي هادي، هذا ما كاينش. دونك هذا مع هذا. دونك المماثل ديال هاد الزرق هو هاد الاخضر هذا. جيد نمشيو دابا للتمرين الموالي 17. دونك الاحظوا الاسطوانه القائمه بطبيعه الحال واملأوا كل بطاقه بمناسب قائمه لان القاعدتين متقايستين. اذا باش نملؤوا هنايا، اذا مثلا هذا شعاع، هذا مثلا اللي كربط بالقاعدتين ارتفاع، مثلا هذه قاعده وهذه قاعده، هذا مثلا نقدروا نقولوا مساحه جانبيه لان جا في الجناب، ما نقدروش نقولوا وجه، مساحه جانبيه لان ما نقولوش وجه. الاسطوانه ما عندهاش وجه، اي كلمه اي جواب قلتي فيه وجه كذا خطا. 18 الاحظ المجسم المرسوم، احدد عدد رؤوسه واحرفه ووجوهه. اذا عدد الرؤوس اذا ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا عدد الرؤوس 10. الاحرف عندي 1 2 3 4 في الاسفل و4 واقفين هي 8 8 هنا 9 10 11 نمشيو دابا اللي فوق 12 13 14 15 16 17. دونك 17 الحرف. نعاودو دونك 1 2 3 هنا 4 و4 واقفين هي 8 8 هاد 9 10 11 دونك 12 13 14 15 16 دونك غير 16 وهذا هو 17. هذا هو 17 دونك 17 الحرف. الوجوه عندي هذا واحد واللي اونفاس معاه مقابل معاه هي جوج، هذا واللي اونفاس معاه جوج هي 4 هي 4 والتحتاني هو 5 5. وبالنسبه للغطاء كاين 6 واللي بحاله هو 7 دونك 7 7 وجوه. جيد 19 مكعب قياس طول حرفه 8 سنتيمتر، احسب قياس مساحته الجانبيه. دونك كنعرفوا المساحه الجانبيه دونك 19. اذا بالنسبه للمكعب المساحه الجانبيه اذا بالسنتيمتر مربع. كنعرفوا المساحه الجانبيه اس لاتيرال ديال المكعب. المساحه الجانبيه هي عدو ربعه الوجوه. دونك لو بغينا مساحه وجه بما انه مكعب يعني على شكل مربع الوجوه ديالو، الضلع في الضلع وعدو ربعه الوجوه. دونك 4 في الحرف في الحرف 4 في اذا طول حرفه 8 دونك 8 في 8. اذا فهمتوا كيفاش 8 في 8
الضلع في الضلع كتعطيني المساحه ديال المربع ديال الوجه، والمساحه الجانبيه راك فيها اربعه الوجوه، داكشي علاش كنضربوا في 4. دونك 8 في 8 64 في 4، هذه هي القاعده ديال المساحه الجانبيه. دونك 16 24 25، دونك 256 سنتيمتر مربع. دابا باء المساحه الكليه، باء المساحه الكليه بالسنتيمتر مربع. القاعده ديال المكعب كتقول لي الا بغيتي المساحه الكليه، اس توتال الكليه ديال المكعب، مساحه وجه هو الضلع في الضلع، والكليه راه فيها 6 الوجوه، دونك خصني نضرب في 6. اذا هي 8 في 8 في 6 الوجوه، هي 64 في 6، 6 في 4 24، 6 في 6 36، 38، دونك 384 سنتيمتر مربع. 20 نشر جانبه يمثل مجسما مكونا من 4 مثلثات متساوية الأضلاع، قياس كل ضلع منها هو 5 سنتيمتر، باستخدام بيركارا أو مسطرة مدرجة أعيد إنشاء هذا النشر. دونك باش نعيدوا الإنشاء ديال هذا النشر، هذا القضية سهلة، بما أن كل ضلع هو 5، دونك شنو غنديرو حنايا باش نعاودوه؟ غنديرو، لاحظوا هنا 5 وهنا 5 هي 10، هنا 5 وهنا 5 هي 10، هنا 5 وهنا 5 هي 10. دونك إلا بغينا نعاودو غنديرو حنايا مباشرة هنايا 10، لاحظوا غنديرو ضلع فيه، ضلع فيه 10 ونقسمو على جوج بالخمسة هاو، ثم غناخدو البيركار غنقيسو هاد 10 لأن هو كلهم فيهم 10، لاحظوا 10 10 10 يعني مثلث متساوي الأضلاع فيه كل واحد 10، دونك غناخد 10 هكذا شوف، ورسم مثلث ديالي متساوي الأضلاع، دونك الفوق مجاش نديرو تحت. دونك لاحظتو حصلت على الرأس الرابع أو الثالث عفوا، دابا نقلبو باش يجينا المثلث بحال لي باغين حنايا. بطبيعة الحال تا هو نقسمو من النص ومن النصف ونصيلو ما بين هادو، دونك هذا حصلنا على هذا الشكل هذا. جيد، الان اركب نشر هذا المجسم ثم احدد عدد رؤوسه ووجوهه واحرفه. اذا اركب المجسم، اذا ركبوه، اذا ها هو قطعناه، نركبوه مثلا باش نديرو هكذا، دونك هو المجسم هو هذا. إذا هنا بطبيعة الحال ديروا اللصاق، اللصاق يعطيكم هو هذا شو يعني هرم، هو هذا تلصقوا بحال هكايا. إذا دابا نقدروا نجاوبوا، أحدد عدد رؤوسه، لاحظوا الرؤوس كاين واحد اثنان ثلاثة وهذا اللي فوق هو 4، دونك عدد رؤوسه هو 4، 4 رؤوس. الوجوه ديالو لاحظوا كاين هذا وجه اثنان ثلاثة، ثلاثة الوجوه واللي في الأسفل 4، دونك وجوهه 4 وجوه. بالنسبة للأحرف كاين واحد اثنان ثلاثة في الأسفل، واحد اثنان وثلاثة طالعين، دونك 6 الأحرف وستة أحرف. 21 أرسموا على ورقة ذات تربيعات تكبيرة للشكل المرسوم بمقدار 3 المرات، دونك إلا بغينا نرسمو بمقدار 3 ديال المرات كل ضلع غنضربوه في 3، دونك فوا 3 كتكبر ب 3 يعني ضرب 3، دونك هذا 1 2 3 نضرب في 3 يعني 9، اذا هنايا غنديروا 9 المربعات، ها 3 وها 6 وها 9، يعني هنايا 9 ديال المربعات. هنايا 1 2 3 4 في 3 12، دونك غنديروا 12، دونك ها 3 6 9 12، يعني اي مربع اي حاجه نضربوه في 3، هنا كاين واحد نضربوه في 3 يعني 1 3 3، اذا غندير 3 ديال المربعات، هنا 1 3 3 المربعات،
ثم هنا 1 2 3 في 3 تسعود، دونك 3 6 تسعود صافي. دابا نصيلو او بغي هذا مثلا نصف، الا ضربنا في 3 يعني 3 الانصاف، يعني 1 2 3 3 الانصاف. دونك هذا هو الشكل جيد. دونك الى هنا انهينا الصفحه 7 من كتاب الجيد المستوى السادس في الرياضيات بطبيعه الحال. نتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.